سهيل هي فيديكا تركت هذا الولد هون. هي ما عندها عاطفة الأمومة. خده حمله. بومي، بدي اياكي انت وسهيل تربوا لهذا الولد سوا، لانه هو ما لازم يتعاقب ويتحمل نتيجة الشيء اللي عملته قرايبتك. خبريني شغلة، انت قولي لي مين الام اللي بتقدر انه تترك ابنها وراها وبهذا العمر كمان؟ يلا قول. اذا انت رح تساعدي سهيل بتربية ابنه. اسمعي، سهيل تزوجك وهلأ بدي إياكم تربوا الولد مع بعض، وصدقيني أنتوا رح تكون حياتكم حلوة سوا. وعدني يا سهيل إنك رح تعتني بابني. أمك فيديكا تركتنا نحن الاثنين، تركتنا كل العمر. سهيل هي بتكون بنتك، وأنا هلأ رح شوف وشك فيها. بس ما تخاف يا صغير، نحن رح نضل سوا كل العمر. أنا بعرف إنك رح تكون سعيد مع بومي، ولهذا السبب أنا مستحيل إني فرق بيناتكم. دائماً رح تشوفك. على كل حال، أنت هلأ صرت كتير بتكرهني، وحتى ما بدك تتطلع بوشي. أنا رح ضل حاول أعتني ببنتي وخليها بأمان. رح خليكي بأمان، لا تقلقي بنوب بنتي. بس أنا ما فيني ضل هون، أنا لازم روح عمكان بعيد، كتير بعيد. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.